إحنا لسه بندرس مع بعض في أفسس 6 وبنتكلم عن أسلحة الحرب الروحية. يعني إحنا بنتكلم عن الأسلحة الروحية اللي المفروض كل شخص فينا يكون بيمتلكها على أساس يقف قدام إبليس. قدام إبليس ناس كتير بتبقى واقفة مكسورة، لكن أنت ابن الله فالمفروض تكون مش مكسور. أنت المفروض تكون إنسان رافع راسك قوي، تقدر تتحرك، تقدر تواجه إبليس وتحارب كابن للمسيح. إحنا خدنا على مدار 4-5 أسابيع تقريباً كذا سلاح. كان المرة اللي فاتت خدنا سلاح ترس الإيمان، النهاردة هناخد سلاح آخر وهو خوذة الخلاص. فهو المرة اللي فاتت اتكلم كده وقال ان مهم قوي ان يكون معاك ترس عشان تقدر تصد الهجمات بتاعت ابليس عليك. بولس الرسول وهو بيتكلم في افسس 6 كان بيتكلم على اساس مهم قوي، وهو انك جندي في جيش يسوع. وطالما جندي يبقى عليك حرب، طالما عليك حرب مهم قوي انك تلبس عدة الحرب عشان تقدر تقف قدام ابليس بقوة. بولس وهو بيتكلم عن اسلحة الحرب الروحية بص لشيء حي قدامه وهو الجندي الروماني. كانت هيئته ايه؟ شكله ايه؟ وخد الهيئة بتاعة الجند الروماني لأن هو دوت اللي موجود كان في توقيته قدامه. وهنا بولس الرسول قدر يكون زي مخلصنا الصالح لما كان بيتكلم مع التلاميذ وبيتكلم مع الشعب في أي موضوع كان بياخد من كل حاجة حواليه ويبتدي يتكلم. فبولس الرسول هنا اتكلم بنفس المنطلق، خد الصورة والهيئة بتاعت الجندي الروماني وابتدى يتكلم على كل جزء فيها، وكل جزء فيها ليه تعليم خاص لينا. النهاردة هنتكلم عن خوذة الخلاص. وقال كده خذوا خوذة الايه؟ الخلاص. وهو بيقول خذوا، هو مين اللي بيتكلم؟ بولس. بس بولس بيكتب من دماغه لكن بيحركه الايه؟ الروح القدس. فالله عاوز يوجه كل واحد فينا يقول لك خد، يعني لما هاجي اخد خوذة الخلاص هاخد منه هو، مش هاخد من اي حد تاني. عشان كده قال خذوا، يعني اصبح ان احنا لينا حاجه هنستعملها، ان الخوذه دي مهمه لكل شخص فينا. وقال كده خذوا خوذه الايه؟ الخلاص. الخوذه دي اول حاجه شكل الايه؟ شكل الخوذة شكلها ايه؟ منظرها ايه؟ وان كان باين في الصورة قدامنا هنا ان منظر الخوذة كان ايه؟ تبان الخوذة انها ممكن كانت من الحديد او من النحاس او من البرونز، يعني خوذة محملة قوية معدن لكن مبطنة من الداخل بجلد، لأن صعب جدا أي حد يلبس حديد فوق رأسه، لكن مبطنة من الداخل بالإيه؟ بالجلد. ولو خدتوا بالكم كده من فوق في حاجة زي الشعر، شعر حيوانات محطوط
لكن براق وبرضو الشعر دوت عاوز يقول لي حاجة من خلاله. خوذة قوية تتحمل الجندي يقدر بيها يصد أي سهم جاي عليه، لكن كمان فوق ده كله إن في شعر مبهج من فوق. ومين خد الخوذة دي قبل كده؟ خذ لنا خوذة الإيه؟ من الذي تمم لنا الخلاص؟ هو شخص الرب يسوع على الصليب. لكن لو خدتوا بالكم كده في أجزاء مدلدلة من الخوذة دي بتحمي منطقة الإيه؟ الخد اليمين والخد الشمال، وفي جزء خلفي من وراء بيحمي الرقبة من الخلف. أصبح إن الخوذة دي حماية مضاعفة، حماية مضاعفة من أمام إبليس ما يقدرش يواجه أي حرب عليا من الأمام، ولا يقدر يعمل حرب عليا من الإيه؟ من الخلف. الخوذة مهمة أوي، زي الترس ما هو كان مهم أوي، الخوذة مهمة لأن أي حرب مهم إن أنا أكون فيها حامي المنطقة دي. لأني لو معايا كل الأسلحة ومش حامي المنطقة بتاعت الرأس، يبقى أنا موجه علي حرب إيه؟ حرب قوية ممكن تصيب الإيه؟ الرأس. ولو أنا فقدت الرأس خلاص، ده الرأس هي الإيه؟ المهم. الذهن والتفكير والحركة في الحرب، مين اللي بيحدد ده كله؟ الإيه؟ الرأس، الذهن. إحنا ممكن نلبس الخوذة، وهو بيقول لي خوذة الإيه؟ الخلاص. فانا خوذة الخلاص بتحمي جزء خارجي وجزء داخلي. الجزء الخارجي انا خدته امتى؟ لما دخلت جرن المعمودية وطلعت. خدت الخلاص من خلال سر من اسرار الايه؟ الكنيسة، وطلعت. لكن الخوذة برضو بتحمي أجزاء داخلية، لكن في ناس كتير ممكن ما تحموهمش الخوذة من الداخل، زي شخص ملوش علاقة بالمسيح. هو نزل جرن المعمودية وتمم يسوع له الخلاص لكن ما قدرش يحمي ذهنه من أفكار إبليس. أنت صحيح ممكن تقدر تحمي الخارج، لكن ما تقدرش تحمي الداخل لو تعرضت من هجمات إبليس ليك. هو ممكن أتعرض؟ طبعا. هو في مين ما بيتعرضش لأفكار إبليس؟ الكل فينا بيتعرض لهجمات شرسة من إبليس. وإبليس عارف إنك أنت لما بتكون مش حامي ذهنك كويس يقدر يمتلك ذهنك، ولما يمتلك ذهنك يبقى امتلكك كلك، يقدر يحركك زي العروسة الإيه؟ الماريونيت. يقدر. ويخليك تتصرف تصرفات ممكن تكون أمام الناس رائعة جدا، لكن بالفكر والمنطق والذهن يخليك إيه؟ يلعب بيك الكورة. يعني ممكن يكون عندك معرفة كتير
وممكن تكون قائد في قلب الكنيسة لكن ممكن يحيد بالفكر بتاعك. هو مين اللي بيعمل ده؟ مين اللي يحيد بالفكر؟ إبليس. يحيد بالفكر إبليس. فيحرك ذهنك ويحرك الناس معاك بالفكر بتاعك. زي مين؟ زي أريوس علامة. علامة في قلب الكنيسة، ليه مركز كبير، لكن ابتدى إبليس يستخدم الايه؟ الحرب على ذهنه، واقتنع بفكرة إبليس، واقتنع بالفكرة. ما إبليس بيعلن أفكار ليك تقبلها؟ لو قبلت جزء صغير منها خلاص بقى ابتدى يتحور معاك، خد السلم. وحرك أريوس ضد الكنيسة بفكر، مجرد فكر، رجل له وزن في قلب الكنيسة لكن فكر مغلوط، فكر مغلوط. وقدر يعرض ده لناس كتير، لكن طلع اللي لابس الخوذة قدامه. العالم ضدك يا أثناسيوس، قال له أنا ضد الإيه؟ ده شخص عارف يمتلك الخوذة، عارف يمتلك الخوذة، عارف يتكلم بالحق الكتابي اللي على ضوءه، اللي على ضوءه يقدر يكون بيقاوم أي فكرة شيطانية بيتعرض ليها. حواء ما عرفتش تلبس الخوذة، ما عرفتش. لما تحاور معها إبليس أول مع أول وهلة ثبت له الحبل سنة، لما ثبت له الحبل سنة خلاص بقى هو عايز ده، هو عايز ده. فوقعت حواء ليه؟ مش لابسة الخوذة. واحد تاني اتعرض برضه لحرب تانية، لحرب لكن قدر يلبس فيها الايه؟ الخوذة. مهم ان الراجل الجندي اللي في المعركة ان الاساس عنده هو الايه؟ الخوذة. ممكن يترخص لنا ويحط الترس على جنب، ممكن يحط السيف على جنب، لكن إلا الخوذة، لأن دي منطقة الإيه؟ منطقة الذهن. شخصية ثانية زي مين؟ تعالوا نبصوا كده في نحمية 4. نحمية 4 بيقول لي إيه؟ ولما سمع سنبلط إننا يأخذون في بناء السور غضب واختز كثيرا وهزأ باليهود. نحمي رجل من رجال الله الأقوياء اللي كانوا لابسين فعلا الخوذة كويس قوي، عاوز يبني السور بتاع أورشليم لأنه كان مهدود ولابد من بناء سور إيه؟ أورشليم، لأنك لو ما تبنتش السور بتاعك أنت هتتعرض للهجوم. هو هيتعرض للهجوم من أي أعداء حواليه، فيعمل إيه؟ يعمل سور. ودوت على المستوى الروحي لابد ان كل شخص فينا يكون ليه سور يحتمي فيه. جه يبني السور، في اعداء مش عايزين السور يبقى موجود،
عايزين حياتك تبقى مفتوحة قدامهم عشان يقدروا يوجهوا السهام بتاعهم قدام عليك. زي مين؟ زي سنبلط. لما سمع غضب واتضايق وابتدى يبص لليهود من فوق لتحت وتكلم امام اخوته وجيش السامره. يبقى سنبلط دوت كان من مين؟ من السامره. يعني السامره واسرائيل يعني اعداء من زمان، والاثنين في قطعه ايه؟ قطعه واحده، بلد واحده، دوله واحده. لكن سنبلط هنا رمز الابليس اللي بيشتغل بين الناس، فراح جاي كده قال ماذا يعمل اليهود الضعفاء؟ هم بيعملوا ايه؟ دول ضعفاء، هم دول يقدروا يعملوا حاجه؟ بصوا نفس الكلام ده طبقه عليك، انت تقدر تعمل حاجه؟ انت ما تقدرش تعمل حاجه، انت ضعيف، انت مالكش اي قوه، انت مش عارف انت عملت ايه النهارده ولا امبارح ولا قبله ولا قبله، انت ضعيف. مين قال انك قوي؟ نفس الاسلوب واحد. هل يتركونهم؟ هل يذبحون؟ هل يكملون في يوم؟ هل يحيون الحجاره من كون تراب وهي محرقه؟ ده الحجاره دي، الحجاره دي محروقه، ما اتهدمت اسوار اورشليم واتحرقت، هل هيخلقوا من الطوب المحروق حجر يقدروا يبنوا بيه من جديد؟ وبيعمل هنا ايه؟ بيعمل عمليه احباط، بيكسر من الايه؟ الهمه بتاعتك، مش عايزك تتقدم، مش عايزك تتحرك، مش عايزك تعمل أي حاجة. وكان طوبيا العموني بجانبه. دول بتوع أهل عمون انضموا لمين؟ للسامرة. يبقى القوة هنا المحاربة ليك إيه؟ قوة إيه؟ مش عادية، دي قوة إيه؟ مضاعفة، قوة مضاعفة. اتنين خير من إيه؟ من واحد. لما يجيك اثنين غير لما تحارب ايه؟ واحد. ابتدى عمون يجيله ويكمل الفكرة بتاعت إبليس، إنما يبنونه إذا صعد ثعلب يعمل ايه؟ فإنه يهدم حجارتهم وحائطهم. ده لو جه ثعلب وهم بيبنوا هيطلع، بس ثعلب ده اللي ملوش قيمة، يعني وزنه برضه مش تقيل، لو طلع خلاص الحجارة هتقع. ايه اللي يحصل انت؟ ايه اللي يحصل انت لما تسمع كل الكلمات دي؟ هتلاقي نفسك مش قادر تتحرك، هتلاقي نفسك همتك، انت ضعيف، انت ما تقدرش، انت مالكش اي وزن، اللي انت بتعمله ده ولا يحرك اي حاجه. خليك في اللي انت فيه، هي دي حرب ابليس. نرجع تاني للخوذة تاني. نفس الطريقة استعملها إبليس مرة تانية مع التلاميذ. التلاميذ بعد قيامة المسيح ابتدوا ينطلقوا ويبشروا يمين وشمال، راح واخدين التلاميذ وحطوهم في قلب الايه؟ في قلب السجن. ده اول سلاح تخويف، يخوفك ابليس، يخوفك انت اتحطتش السجن. وما ادراك ما هو السجن؟ انت تدخل السجن يترحب بيك، يعملوا معاك الواجب، بعد ما يعملوا معاك الواجب اقعد وخليك قاعد مستكين، انت لسه جديد، هتبقى
يعني تعمل لهم كل حاجة. فالتلاميذ دخلوا وقعدوا، ده سلاح تخويف، انت مش هتتحرك، انت مش هتعمل حاجة، مش هتقوم وتكمل المشوار بعد كده ولا تعمل اي تبشير. جم الرؤساء ندهولهم قالوا لا، انتوا فاكرين ان دخلتونا السجن انتهى الموضوع؟ ما انتهاش الموضوع. قال لهم احنا مش عايزينكم تتكلموا بالاسم ده مره ثانيه. اه صحيح، خلاص يا سيدي انا مش هتكلم تاني، هل ايامها بقى واقعد في بيتي بدل ما ادخل السجن مره ثانيه واتعرض للاهانات جوه السجن مره ثانيه؟ على ايه؟ خلاص اخذها من اصلها. لا، التلاميذ كانوا لابسين خوذة الخلاص، هم حاميين ذهنهم من حروب إبليس بالتخويف اللي بيعمله، بيحاولوا يحاول إبليس يخوفك يقلقك، يخوفك على عيالك، يخوفك على شغلك، يخوفك على ده، ويخوفك على اللي انت بتعمله، يخوفك من كل اتجاه. ليه؟ عشان تهمل وتقعد. فخد بالك انت عليك حرب كبيره من ابليس، لان ابليس لما بيستخدم منطقه الذهن زي ما انتوا شفتوا كده معنا حامية، انت ما تقدرش، انتوا ضعفاء، ومين اللي هيحامي عنك؟ اديك القضيه بتاعتك خسرت، ومين اللي هيحامي عنك؟ انت مالكش اي حد ينقذك، انت لسه هتقف قدام ربنا وهتتكلم وهترفع ايدك لفوق، ما هو سابك. انت فاكر يعني انك هتبقى قديس لما ترفع ايدك؟ ما تخليك زي بقيه الناس، ولا انت نسيت نفسك، ده انت كذاب وزاني وحلاف وفيك خطايا كتير. فاكر لما هتيجي الكنيسه وتقعد لك حبه انك هتبقى يعني راجل بركه وقديس؟ ده انت مالكش خلاص خالص. فين الخلاص بتاعك؟ مالكش خلاص. ويفضل يسخر ابليس منك ويبتدي يوجه السهام بتاعته على ذهنك علشان تفضل في الحالة اللي كنت عليها قبل ما تكون العلاقة بينك وبين المسيح. قبل ما كون العلاقة بيني وبين المسيح كنت ممكن أعمل كل حاجة، الذهن بتاعي دوت كان بتاع إبليس، فهو خلاص. لكن هو عاوز يرجع اللي ليه لما يبتدي يخوفك، لما يقلقك، لما يستخدم أسلوب السخرية منك ويقول لك مالكش خلاص. خد بالك كويس قوي، انت مش هتمنع انه يهاجمك، مش هتقدر تمنع انه يهاجمك، بس تقدر تصد الافكار اللي تجيلك، تقدر تصد الافكار اللي ممكن تجيلك منه. ازاي تصد الافكار دي؟ ازاي؟ انك تحمي ذهنك، انك تحمي ذهنك. احمي ذهني ازاي؟ يقول الكتاب كده تجددوا، مهم قوي انك لا تشاكل اهل هذا الايه الظهر، بل ايه تجدد ايه ذهنكم. مهم قوي تجديد الذهن. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. هو ابليس عاوز ذهنك ما يتجددش. يبقى اول حاجه اعمل ايه؟ احمي ذهني. مهم احمي الذهن. احمي الذهن ازاي؟ استخدم الايات الكتابيه، استخدم الآيات الكتابية. ومهم إنك تقولها بصوت عالي لما إبليس يجي يحاربك ويقول لك لا أنت ذهنك ذهن مرفوض،
ومش مقبول عند ربنا، قول له لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. أنا ابن، مفيش دينونة عليا. ليه؟ لأن أنا فيه، وطالما أنا فيه وبكمل المشوار معاه وبقع وأقوم وروح أعترف وارجع تاني أقف مطرحي، خلاص بقى. ما تقوليش الدينونة، ما تقوليش إنك أنت مش مقبول، ما تقوليش إنك أنت مش هتقدر، ما تقدرش تقول. مهم أوي استخدام الكلمات الكتابية. إملى ذهنك، إملى ذهنك بأساسيات موجودة في داخل الكتاب، أساسيات الإيمان الذي فيك، علشان لما يجي لك إبليس بكل المخاوف ما يقدرش عليك. ليه؟ لأنك هيلاقيك بترد عليه بالآية، قل له أنا ابن، والابن أبوه ما يسيهوش. أنا ابن ولي وعود، ووعودي كتابية كتير، وقال لي أنا مدافع عنك وأنا حميك وأنا معاك، إن نسيت الأم رضيحة أنا لا أنساك. قل له الكلام ده، اعلن ده. فاللي يمتلئ بالكلمة في ذهنه، يملأ الذهن بالكلمة، يبقى ذهن محمي من الأكاذيب بتاعت إبليس. علشان كده القديس أنطونيوس يقول لنا إيه؟ القديس أنطونيوس: اتعب نفسك في قراءة الكتب المقدسة فتخلصك من النجاسة. تخلصك من الايه؟ من النجاسة، ومن اي فكر رديء، ومن اجل، ومن اي مخاوف ممكن تجيلك. بس امتى الكلام ده؟ لما تملى ايه؟ تملى ذهنك وتتعب نفسك في قراءة الكتب، وتاخد من المكتوب وتحفظ. احفظ ايات، احفظ ايات كتير على قد ما تقدر، علشان لما يجيلك ابليس تقدر تقف قدامه وتديله الكلمة. انت معاك سلاح، انت معاك خوذة بتحتمي بيها، خوذة الخلاص. مهم قوي استخدام الآيات الكتابية، لأنها بتديني رفعة وبتديني قوة. نمرة اتنين: اشغل ذهنك. يبقى أنا مهم قوي أحمي ذهني، مهم قوي إن أنا أشغل ذهني. الذهن الفاضي ملعب لإبليس، الذهن الفارغ ملعب لإبليس، يعرف يلعب فيه كويس قوي. امتى يجي لك إبليس؟ لما يكون ايه ذهنك ايه؟ فاضي، مش محصور في كلمة ربنا. داود ده راجل رائع جدا، انا نفسي اتقابل مع داود لما اطلع السماء وابص عليه. جاب الكلام الحلو بتاعه ده منين؟ واقعد معاه واتكلم معاه. داود راجل رائع جدا. يا سلام على داود، مين فينا ما يقدر يقول على داود اي كلمه؟ ده ربنا قال فتشت ما لقيتش غير زي مين؟ زي داود، ومرنم اسرائيلي الحلو. لكن خدوا بالكم من نقطه مهمه قوي: ابليس في يوم من الايام لقى داود مرحرح وقاعد كده فاضي، وذهنه ايه؟ فاضي. وطلع كان في وقت حرب، وبعد الجنود يحاربوا، وهو قاعد بقى يعني الراجل، لكن طلع على السطح فشاف واحدة بتستحمى. إبليس قال له: بص كويس، أنا عارف إنك أنت هتبص. ليه؟ لأنك أنت قاعد مش في ذهنك الكلمة، ومش
ومش محمي بالكلمة. هو داود كان كده؟ هو داود ما كانش كده، بس لفترة صغيرة جدا. لما بندي لإبليس مساحة صغيرة جدا للحرب معانا، بيلعب زي ما هو عايز، يلعب زي ما هو عايز. عشان كده مهم قوي انك تشغل ذهنك. اشغل ذهني ازاي؟ اشغل ذهنك بقراءة الكلمة. ما تديش فرصة لنفسك انك انت ابليس يقدر يشوف ثغرة صغيرة عشان ما يقدرش يدخل لك منها. طب لو شاف ثغرة، روح اعترف وارجع تاني وقف واتكلم مع ربنا وكمل مشوارك زي ما هو. بس مهم قوي انك تنحصر في كلمة الله بس. لا، ده انا مهم قوي اشغل نفسي بخدمة الناس. انت عندك ناس كتير ممكن تخدمهم، انا مش خادم بس ممكن تخدم اللي حواليك. الخدمة مش مجرد حركة، لكن ممكن الخدمة انك تصلي من اجل شخص. الخدمة انك انت تتحرك مع حد في ازمة هو فيها. الخدمة انك انت تقول كلمة مفرحة لحد ممكن يكون تعبان، دي خدمة. فلما انت تتحرك بخدمة اساسية، ابليس يجي يدور عليك عشان يحاربك يلاقيك بتخدم، مش هيقدر يدخل لك. ازاي؟ هو مش لاقي ثغرة يدخل لك منها. اخدم بطرق متنوعة، حاول تسعد الناس اللي حواليك. ليه بتحب نفسك بس؟ ابنى ذهنك انك تسعد الناس. ازاي؟ تخليهم يبقوا مبسوطين. ده الراجل البلياتشو اللي في السيرك طلع علشان يخلي فيه ابتسامة مرسومة على وجوه الناس، بالرغم ان هو ممكن يكون جاي من بيته مهموم وتعبان، لكن بالرغم عن كده عايز يسعد اللي حواليه. املى ذهنك انك ازاي تسعد الناس. املى ذهنك ازاي توصل كلمة ربنا بطرق مختلفة، ازاي توصلها بطرق مختلفة، ازاي يكون المسيح عملي في حياتك عشان الناس تسمع تشوف ده فيك فيتحركوا ناحية المسيح. اشغل ذهنك، اشغل ذهنك علشان ابليس ما يلاقلوش ثغرة. اشغل فكرك بالخلاص اللي جابهولك المسيح لغاية عندك من يوم ما دخلت جرن المعمودية وطلعت. قل له يا رب ده أنا مديون ليك. اشغل نفسك، اشغل نفسك بإحساس المديونية الدايمة ليك طول العمر، وقل له أنا مديون. اللي أنا بعمله ده ولا حاجة، أنا ما عملتش حاجة. اشغل نفسك، حاول تساعد الناس، ما تخليش ابليس يلاقي له مكان. احمي ذهنك كويس قوي، احمي ذهنك واشغله. ما تبقاش قاعد فاضي، ما تبقاش قاعد فاضي. لكن احنا احيانا كتير بنسيب ابليس يلعب كويس قوي في اذهاننا. لما نقعد قدام التلفزيون باوقات كبيره قوي 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 أكتر ما بنقعد مع ربنا، إبليس يقول لك طالما بتقعد معايا كتير أنت بتاعي. عاوز تروح الكنيسة روح، أديك بتقضي لك ساعتين ولا حاجة وتروح. لكن أنت قاعد معايا طول الإيه؟ طول اليوم. بدل قاعد معايا كتير هتاخد مني كتير، هديك كتير. كل ما تكون ذهنك مليان بكلمة الله، كل ما يكون ذهنك مليان بإسعاد الآخرين بخدمة الآخرين،
هتلاقي الثغرات قليلة جدا جدا جدا. معنى كده انك مش هتلاقي حرب؟ لا، انت عليك حرب للنهاية، لاخر يوم في عمرك انت عليك حرب 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 حرب. ليه؟ لانك سلمت حياتك للمسيح وبقيت لي، فيقول لك لا وانا هسيبه كده، هفضل وراه للاخر، لغاية ممكن في اخر لحظة يفقد رضاه. يبقى انا لابد ان انا اكون مستعد بملي الزنبلك، املى الزنبلك عشان اعرف اتحرك، املى ذهني علشان املى ذهني بكلمة ربنا عشان اعرف اتحرك. وابليس ما لقلوش مكان، العقل المشغول والذهن المشغول، ابليس ما لقلوش مكان ولا صغرة ولا مطرح، ياخد بعضه ويهرب. ده خوزة الايه؟ الخلاص. خوزة الخلاص عاوزة تقول لك كده، احمي احمي ذهنك، اشغل ذهنك. ده اللي عايزاه تقوله لنا خوزة الخلاص. المرة الجاية بسلاح جديد هناخده مع بعض.